السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حياة الناس. من يوم وعينا على الدنيا وقبلها كنا بنسمع عن إضرابات عمال مصر وأزماتهم المستمرة. بالتزامن مع ده كنا نسمع عن تحديات بيتغلبوا عليها، بس خلينا نقول في النقطة دي في نفس الوقت الدولة بتقول إن الأزمة عندهم عند العمال. عمال مصر تعرضوا لأبشع الانتهاكات من كل الأنظمة المصرية، وتم توظيفهم في صراعات لا علاقة لهم بيها من السلطة، والهدف منه هو تحقيق أهداف السلطة. في خضم هذه المعاناة اتقفل مصانع كتيرة جدا جدا جدا، مثلا مصانع إنتاج الإطارات، البطاريات، بطاريات السيارات، مصانع الألبان، أغذية زي باسكو مصر وقها، ومصانع زجاج، ومصانع أقلام جاف ورصاص، كل دول قفلوا. وطبعا الصدارة دايما في غلق مصانع الغزل والنسيج، وكمان الملابس. حتى المصانع الحربية اللي كانت بتصنع حاجات مهمة اتقفلت، وبالتالي بنلاقي إن الخسارة مش في جانب واحد بس، بل بتبدأ في أزمة اقتصادية كبيرة، وبتصل إلى عدم تلبية احتياجات السوق ويترتب عليها نقص سلع أساسية. وهنا بنقول بتنتهي بعامل لا يحصل على حقوقه، ورغم الأعداد الكبيرة للقوى العاملة في مصر، وطبعا إحصائيات البطالة المرتفعة بين الشباب واللي بتتطلب منا جهد في رفع إعداد المصانع وجهات العمل، إلا أن المصانع لا زالت بتقفل، وبالتالي فرص العمل بتقل والبطالة بتتفاقم. أزمة ليها جوانب كتيرة بيتعرض ليها مصر على مر العصور، لكن في عهد السيسي كان الوضع مختلف تماما، لأننا بنتكلم عن غلق 7000 مصنع في عهد السيسي فقط، 7000 مصنع بلا حلول جذرية أو حتى عادية، ما فيش خطة أو خطة بديلة، بلا أي شيء سوى النصب على المواطن وهضم حقوقه بين قوسين وحقوق العامل. هنشوف مع بعض النهاردة مصانع مغلقة، وهنشوف وهنسمع صوتهم ورسالتهم، ونرجع نناقش قضيتنا مع حضراتكم، لكن بعد ما نشوف حكايتنا النهاردة عن المصانع المغلقة.